معانا على الهاتف واحد من افضل المهاجمين او اللاعبين الاجانب يعني في المطلق اللي جم في تاريخ الكره المصريه، المهاجم الغاني الكبير الرائع للنادي الاهلي وايضا لنادي الزمالك احمد فيليكس، مهاجم الاهلي والزمالك الاسبق. يعني صباح الخير، انت مشرف ومنور. يشرفني ان اكون معك. بداية بالتأكيد كان نفسي أتكلم معك عن ذكرياتك وحبك للكرة المصرية، ولكن الحدث الأهم والأبرز هو والمفاجأة الأكبر كمان هو خروج المنتخب الغاني مبكرا من كأس الأمم الأفريقية. لماذا خرجت غانا بشكل مبكر للغاية من كأس الأمم الأفريقية وهي واحدة من المنتخبات اللي دائما مرشحة للفوز بالبطولة؟ أشكرك جزيلا. أعتقد أن الكرة الغانية ليست في أفضل حالاتها الآن، والمستوى منخفض، وهذا هو سبب خروج غانا من المنافسة مبكرا. بس لما تبص على هل تسمعني بشكل؟ الأعضاء الفريق ليست لديهم الخبرة الكافية. نحن نتحدث عن تشكيلة من لاعبي المنتخب الغاني كلهم محترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى، ومن المفترض أنه التشكيلة الحالية تخلي المنتخب الغاني على الأقل يبقى في أدوار متقدمة في البطولة لو مش هياخد البطولة كمان. نعم، لكن تعلم أننا ليس لدينا الأداء الكافي، والمدرب تم تعيينه مؤخرا، وليس لدينا تنظيم جيد، ولم يكن هناك هدافين أو مهاجمين. بعد غياب ساموادجان أصبح هناك مشكلة لدينا في المهاجمين، بالتالي لم نستطيع إحراز المزيد من الأهداف. رغم أن غانا وبالتالي فإن فريق غانا الذي تعرفه منذ زمن طويل لم يكن هو نفس الفريق الذي رأيته في المباريات الأخيرة. رأيك إيه في البطولة بشكل عام، كأس الأمم الأفريقية هذا العام؟ إن مستوى الفرق الكبرى والفرق الصغيرة أصبح متقارب. فريق المغرب الآن يلعب بشكل أفضل جدا. رأيك إيه في أداء فريق الجزائر؟ لا يلعب بشكل جيد على سبيل المثال. رأيك إيه في أداء منتخبنا الوطني المنتخب المصري في البطولة حتى الآن؟ حتى الآن لا يؤدي الفريق المصري بشكل سيء، ولكن هدفا واحدا ليس كافيا، ونحن نعتمد على صلاح فقط لإحراز الأهداف، وهذا ليس أمر جيدا. إذا لم تتاح لصلاح فرصة إحراز هدف فإننا لا يمكن أن نحرز أهداف، وهذا ليس أمر جيد. أنا أعلم أعضاء الفريق القومي المصري وأعرف أن جميعهم يستطيعون إحراز أهداف. رأيك إيه مباشرة؟ تفضل. ولكن الآن هم يعتمدون على محمد صلاح لإحراز الأهداف بشكل كبير، وهذا ليس أمر جيد للفريق القومي المصري. رأيك إيه في أداء كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني؟ تعلم الفريق القومي المصري لديه مواهب يمكن استغلالها، هم في هذه اللحظة
لا يؤدون بشكل سيء، لكنهم لا يؤدون بشكل الجيد الكافي. He must win convincingly to convince the people that he is a very very good coach. But at the moment, his tactics is not working very well. على كيروش أن يثبت للجماهير أنه مدرب كفء وعلى مستوى كبير. So he needs to rise up his tactics very well, and the team should play very very well. لذا فإن عليه أن يطور من أدائه مع المنتخب وأن يساعد اللاعبين لكي يؤدوا بشكل أفضل من ذلك.